انا لا هو الضيف لا ارغب ادب سز لا ارغب ولا يعرف شيئا عن الاخلاق. هذا الضيف ارجوكم الذي جئت به ضيف ادب سز ولا يعرف الاخلاق ولا كلمة ولا كلمة. دكتور ايش دكتور يحيى اسمعني عزيزي اسمعني. لا دكتور استاذ نجم دكتور يحيى سيد استاذ نجم ارجوكم الضيفين خلينا نتحاور. استاذ محمد دكتور يحيى ولا كلمة اولا نعم كان واضحا في تشويهه للحقائق الحرب التي فرضت من قبل النظام الصدامي السابق على ايران. لا هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. ايران هي من بدأ بالحرب الجميع. هسه انا ما رد انا لا هذا غير صحيح أتحدث هنا هذا غير صحيح أتحدث. دكتور يحيى ارجو الالتزام بادب. لا انت تقول هنا معلومه غير صحيحه. خلي يكمل يا دكتور يحيى. هناك وثائق أممية لا تقل معلومات غير صحيحة. إذا دكتور يحيى إذا يريد أن يقاطعني أنا سأنسحب من البرنامج. دكتور يحيى هذا ليس أدب. خلي يكمل. أنا سكتت واستمعت علي أن يسكت ويسكت. سيد شريعة مداري أنا أتمنى أن نبقى بصلب الموضوع بقضية الأحداث الأخيرة. أنا في صلب الموضوع. أي. هو أشار إلى الحرب العراقية الإيرانية وهناك كل الوثائق الدولية وكل العالم يعترف بأن نظام صدام البائس التعيس كان هو البادئ لهذه الحرب، ثم يقول أن الجمهورية الإسلامية هي التي بدأت هذه الحرب. حينما يرتبط الأمر بإيران فهذه عملية إرهابية، لكن حينما يرتبط بالأمر بتركيا التي تستضيفه لأن يتوجه بهذه التهم ضد دول الجوار فالأمر طبيعي. لذلك كان هو واضحا نعم في تشويه الحقائق، هذا أولا. أما بالنسبة للنقطة التي نتحدث عنها، أولا هناك الصحافة الإسرائيلية كتبت عن أن هذه العملية كانت موجهة ضد مقار إسرائيلية، مسؤولون أمريكيون أعلنوا ذلك، الأكراد بأنفسهم يعرفون ذلك جيدا، المعلومات الاستخباراتية تم التبادل بها. نحن في الحرب الاستخباراتية الجارية بين إيران وبين الكيان الصهيوني الذي يستضيف إقليم كردستان جهات من هذا الكيان للقيام بعمليات عدوانية ضد إيران. نحن لا نتحدث في الحرب الاستخباراتية بلغة المثقف وبلغة الإعلام يا أستاذ شريعة مداري. اسمح لي حينما تم الهجوم من قبل الجيش الأمريكي على مطار بغداد وتم اغتيال قائد مهم من القوات العسكرية الإيرانية وتم اغتيال القائد الشهيد البطل سليماني، هل قدمت الحكومة العراقية مذكرة احتجاج للأمم المتحدة؟ لا يمكن مطلقا لإيران أن تسمح لأن تستمر هذه العمليات العدوانية. التاريخ لا يبدأ من حيث نحن نرد على العدوان، التاريخ يبدأ من حيث يبدأ العدوان. إيران أثبتت أنها لا تتوانى أبدا وتقوم بالرد على أي عدوان أو تهديد. أسقطت الطائرة المسيرة الأمريكية المتطورة في إيران. إذا كانت إيران تواجه القطع البحرية في مياه الخليج الفارسي وتسقط الطائرة المسيرة وتشكل قوة ردع ضد التهديدات الأمريكية والإسرائيلية، فما بالك بالذين يحكمون إقليم كردستان؟ لا يمكن أن تقبل إيران بأن تكون هناك عمليات عدوى. وبالمناسبة الأتراك أيضا كانوا شركاء، كان هناك ضباط أتراك في اجتماع أمني معاد في هذا المقر وتم استهدافهم، وربما ضيفك التركي زعلان من هالنقطة. أولا يعني ضيفي ليس تركيا سيد شريعة سيد شريعة مداري ضد إيران. سيد شريعة مداري نعم. ضيفي ليس تركي، هذا الدكتور يحيى الكباسي عراقي ومعروف أعرف وله صوت ويقول ما عنده. لا داعي لهذا التوضيح. حينما نقول ماشي. أقصد أن جنسيته تركية. سيد أقصد ماشي. أنه ماشي دكتور يحيى. الحماية التركية.
دكتور يحيى الكباسي، يبدو أننا كلما نتناقش أكثر تبدو هنالك حقائق تظهر لأول مرة. السيد شريعة مداري يقول أن هنالك مؤامرة إسرائيلية تركية حيكت أو تحاك وتستمر انطلاقا من الأراضي العراقية، وقد عند القصف كان الضباط الأتراك موجودين هناك. هناك كيف نثبت هذه الوقائع أو نستدل بها؟ لأننا اليوم صار الحديث بالبنط العريض. لا، أولا نحن نتحدث عن سلسلة من الأكاذيب وليس من الوقائع. نبدأ من الكذبة الأولى حول الحرب العراقية الإيرانية. الكذبة الأولى أن قرار مجلس الأمن تحدث عن تكليف الأمين العام بتشكيل لجنة لمعرفة من بدأ الحرب، ولم تشكل هذه اللجنة. أرجوك، لا 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 لا، سلسلة الأكاذيب حتى تكون واضحة للجمهور. بالتالي ولا كلمة. دكتور يحيى دكتور يحيى، اسمعني عزيزي، اسمعني. لا، استاذ نجم، دكتور يحيى، سيد نجم، استاذ نجم، ارجوكم الضيفين، خلينا نتحاور. استاذ محمد، دكتور يحيى، ولا كلمة. دكتور يحيى، ارجوك، اسمع استاذ نجم، استاذ نجم عزيز، خلونا امام الحقائق ارجوكم. استاذ يحيى، لا عزيزي، ماكو حقائق، اخو اكاذيب. لحظه استاذ نجم، اعطيني وقتي. حوار، هناك سلسله من الاكاذيب يجب فضحها بحوار. هناك سلسله من الاكاذيب يجب فضحها. الكذبه الاولى قضيه الحرب العراقيه الايرانيه. ليس هناك اي موقف دولي، لا في الامم المتحده ولا في اي منظمه دوليه، يقول أن العراق من بدأ الحرب. وهناك عشرات الوثائق التي قدمها العراق في الأمم المتحدة تثبت أن إيران هي من بدأت بالحرب. خلص. هذا واحد. الكذبة الثانية هي كذبة الصحافة الإسرائيلية. واضح أنه ضيفك لا يعرف القراءة والكتابة، بدليل أنه لو قرأ المقالة التي نشرتها آرتس سيكتشف أن هذه الصحيفة نقلت ما قالته الصحافة الإيرانية والصحافة العراقية، ولم تتحدث بشيء مطلقا. الكذبة الثالثة هي كذبة أن الولايات المتحدة اعترفت بذلك. هذه كذبة ثالثة. لأن ضيفك قليل الأدب وبذيء الكلام، ولا أستمر معك في هذا البرنامج، وأنت عليك أن تسيطر على برنامجك وأن تمنع ضيفك حتى لو كنت أنا من أن يقلل الأدب. دكتور، أنا لا أستمر في هذا البرنامج. علم يسكت، علم يسكت، علم لو أنا سكت، لو أنت سكت، لو أنا سكت، أنا أعرف شو أنا سكت. لا أستمر في هذا البرنامج. أستاذ محمد، إذا أردت أن تستضيفه ضيفا مؤدبا مهذبا، استاذ محمد انت ضيف وهو ضيف، انا احترم ضيوفي. لا لا لا، هو ضيف، انا لا ارغب، ادب سز، لا ارغب، ولا يعرف شيئا عن الاخلاق. هذا الضيف ارجوكم الذي جئت به ضيف ادب سز ولا يعرف الاخلاق، لا احترام له. استاذ محمد، استاذ يحيى، ما هكذا يكون الحوار، يعني ارجوكم ما هكذا. لا، هذا ليس حوارا عزيزي، هذا ليس حوارا. انت جايب لي واحد من الشارع وتريد تحاوره. أستاذ يحيى، الخطأ في اختيار ضيف من الشارع. أستاذ يحيى، هذا هو الخطأ. الموضوع حساس. الموضوع يتعلق بسيادة بلد. الموضوع يتعلق بتثبيت وقائع للتاريخ، وليس أن نتنابز بالأسماء. هذا صعب جدا. يعني ولذلك خليه يسكت وأريد أن أكشف لك أكاذيبه. يا استاذ يحيى، يعني انا مضطر لانه الضيف الاخر انسحب فما راح اقدر اكمل. خليني نتصل عليه. انا اتمنى يا استاذ يحيى، هذه حقائق للتاريخ، ان نتناقش بهدوء. هذه ليست حقائق. لا عزيزي، انا هادئ جدا، ولكن يعني ضيفك غير مؤدب يا شباب. شوفونا بس. لا عزيزي، دكتور استاذ نجم عزيزي، استاذ انا نجم. ما اقدر استمر بالحكي عن الضيف وهو غائب. لا لا لا، يا استاذ يحيى، انا لم اخرج عن
ما قاله. أنا أريد أن أفند الأكاذيب التي قالها، ولكن هي هذه طريقة عندما تريد أن تهرب من الاستحقاقات تلجأ إلى البداءة وتلجأ إلى توزيع الاتهامات. هذه سياسة إيرانية معروفة ليست جديدة. أنا أشكرك لأنه يعني الضيف قد غاب. وين أستاذ محمد؟ سيد شريعة مداري، سيد شريعة مداري، أنا أتمنى منكم اثنينكم، أنتم ضيوف محترمين عندي، الموضوع حساس وأن نتقبل بعضنا بحوار هادئ.